بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص. أما بعد، بالنسبة لأمر الشهادات فهي أنواع، فالمسلم الذي يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحافظ على إسلامه ويتجنب الكفر بأنواعه الثلاثة، إن أكرمه الله تعالى ورزقه نوعا من أنواع الشهادات فهو ناج في القبر وفي الآخرة، يكون في القبر ناجيا وفي الآخرة ناجيا، معناه لا يعذب في القبر ولا يعذب في الآخرة. فالمسلم إن أكرمه الله عز وجل بنوع من أنواع هذه الشهادات، كأن مات بسبب الغرق أو بسبب الحرق أو مات بمرض ذات الجنب، وهذا ورم في الخاصرة بالداخل يكون، ثم يظهر ينفتح إلى الخارج فيحصل لصاحبه حمى وقيء وغير ذلك من الاضطرابات. فالمسلم إن مات بسبب مرض ذات الجنب فهو شهيد، كذلك الذي يقتله بطنه، مات بسبب بطنه، بسبب مثلا إسهال أو احتباس فلا يخرج منه ريح ولا براز فمات بهذا السبب، أو بسبب آخر في البطن فهو شهيد، كما جاء في الحديث الشريف: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. كذلك الذي يقتله الطاعون، الطاعون ورم يحدث في المواضع الرقيقة من الجسم، كذلك يحصل منه حمى وإسهال وقيء، حصل في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاعون مات فيه 70,000. كذلك المرأة المسلمة التي تموت بألم الولادة فهي شهيدة، كذلك الذي يموت تحت الهدم، كذلك الذي يموت بالتردي من علو إلى سفل، كل هؤلاء من الشهداء. كذلك هناك أيضا شهادات أخرى، فقد جاء في بعض الأحاديث عن الذي يقتل دون أهله أو ماله أو ولده فهو شهيد، كذلك من قتل ظلما فهو شهيد، كذلك من مات غريبا عن بلده وأهله فهو شهيد. فإذا الشهادات أنواع، ولكن أعلاها القتل في سبيل الله. فإذا من رزقه الله سبحانه وتعالى نوعا من أنواع الشهادات فيكون في القبر ناجيا وفي الآخرة ناجيا. المسلم المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مجتنب للكفر بأنواعه الثلاثة، يعني هو على العقيدة الحق التي كان عليها المصطفى رسول الله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان، ويتجنب الكفر كمسبة الله أو مسبة الرسول أو الإسلام أو ما شابه ذلك، مسلم يحافظ على إسلامه، رزقه الله عز وجل نوعا من هذه الشهادات فهو في القبر ناج لا يعذب وفي الآخرة لا يعذب.
ولو كان عاصيا، ولو كان هذا المسلم عنده زلات، عنده آثام، ولكنه مؤمن مسلم، فرزقه الله عز وجل نوعا من أنواع هذه الشهادات، لا يعذب في قبره ولا في آخرته، والحمد لله على هذه النعمة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، أعاننا الله وإياكم على ما يحبه ويرضاه، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.